بس أنا إلى الآن ماني فاهم طبيعة شغلها. شغلات عادية، نقل بضايع، مواكب تمشي ورايا، يعني أنت عارف البرستيج. ساعات كبير يا جماعة. دينيس إيمان بنفنيش. أسمع، اليوم إذا ما خلصت السيارة انت تبغى تسوي لنا مشكلة مع الرجال ولا ايش؟ ليش اخوك على قولتك انت وتتحمل عقبات؟ انت شايف نفسك علي يا فهد؟ يا ابوي فلوس رجعت لك واعتذار واعتذرنا لك، ايش تبغى اكثر من كذا؟ شباب ترى انا معاكم ماني ضدكم، انا اتمنى يدونا فرصه زي الناس. ثاني شيء تخلص على غرضي وراح تكون تحت انذارنا على طول لحد ما تثبت عكس ظننا. عكس ظننا الشغلة الأولى ملف القضية حق بندر بأي شكل تجيبه.